وصلنا معاكم لمنطقة أو بيت خلني أقولكم يسمى قلعة اليتيم. خلونا نكلمكم عن قصة المكان هذا. المكان هذا كان عبارة عن بيت صغير، وراعي البيت ريال كبير في السن حول البيت كامل لمنتجع من الخشب مع مطعم خشبي، ووظف فيه اليتامى. تعالوا خلونا نشوف المكان. وبنذوق توت بري عبد الله. يا سلام يا سلام، شوفوا هذه هي قلعة اليتامى. تعالوا خلونا نشوف معاكم قلعة اليتامى. هلا والله في ديوانية شعبية كسوفية، ترى عندنا الديوانية يسمونها أودا. أودا هذه طريقة أودا عندنا سابقا. هذه طاقية الشبان عندنا، طاقية شعبية مثل ما تشوفونها، وغيرها السفرة. كان كل العائلة تجلس في سفرة واحدة مثل ما نظام القديم. وهذا توت بري. التوت البري من نفس منطقة بريفالا، لأن بريفالا عندها توت كثير، هم يجهزون فهم مشهورين بالتوت البري. ايوه القعدة صحيح. مكانها خطير وشكلها جميل. بوغيث حي الله حي الله. وهذا التوت البري